بين الحين والآخر بنشعر بعتاب بوجوه الرئيس السيسي إلى من عميت أبصارهم وسدت أذانهم عن رؤية أو سماع اللي بيحصل في مصر، من تغيير جذري لواقع مرير عشناه كلنا على مدى عقود طويلة من الزمن. طبعا من حق الرئيس أن يعتب، لكن أنا بقول له ما تزعلش، سيبك عن البعض اللي بيتكلم ويتنطط ويتبجح لأهداف احنا عارفينها وعارفينها كويس قوي، عارفين بيعملوا كده ليه، وكتير من اللي حوالينا واللي حواليهم مش أبرياء ولا ناس مش فاهمة. النهاردة اللي ما بيشوفش يبقى أعمى، واللي بينكر يبقى جاحد، واحنا كأبناء لهذا الشعب العظيم وبالهلك يا ريس عارفين انت عملت ايه، وقلنا ألف مرة لو الزمن توقف عند حدود انقاذ البلد دي من حرب أهلية كنا هندخلها، ومن نفق مظلم ما كناش هنطلع منه، فده يكفيك كقائد وطني لمؤسسة عسكرية عريقة انحاز الشعب وانقذ البلد من انهار من الدم كانت هتفضل معانا لغاية النهاردة. وعايز اقول لكم خطة الاخوان كانت في نهاية 2013 ان محمد مرسي تعبان وعيان وحيجي خيرت الشاطر، ودي معلومة يعرفها كل من كان يدهم في هذا الموضوع، كان في مخطط ان محمد مرسي يمشوه الاخوان ويجيبوا خيرت الشاطر رئيس للدولة المصرية، وعندهم القوانين وعندهم توظيف الدستور، كله ده كان هيتم. لكن وقفة القائد الوطني عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة جنبا الى جنب مع الشرطة ومع القضاء واستجابتهم لموقف الشعب المصري في 30 يونيو ده يتحط برواز هنفضل نحفظه لأولادنا على مدى عقود طويلة من الزمن وأجيال متعاقبة. يا جماعة الكلام ده كتير وتكراره مهم وده بيجننهم، وشوفوا حملتهم على مسلسل الاختيار طلعوا فيه كل القطط الفطسانة رغم ان المسلسل عنده كتير من الاسرار وكتير من التسريبات، لكن اللي عمله ده مجرد اشارات عن وقائع تاريخية كلنا شاهدين عليها. لما كنا مع الرئيس يوم السبت اللي فات انا وغيري شعرنا بمرارة في صوته، حسينا انه عاتب علينا كإعلام إن إحنا لسه ما بنهتمش بدورنا اللازم في مواجهة الحرب الممنهجة. وأنا بقول له يا ريس إحنا معاك في نفس الخندق، شايفين وحاسين وبنواجه وحنواجه،